أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم همسات في حياتنا. طبعا وحشتونا، والنهاردة يسعدني طبعا أن يكون معايا شخصية محترمة طبعا هتسري الحلقة إن شاء الله. فقبل ما أبدأ كده في الحلقة، نحب نتعرف على الضيف. معانا النهارده دكتور مصطفى فوجازيا، اهلا وسهلا. استاذ القراءات وعلوم القران بالازهر الشريف، ومعالج روحاني في القران الكريم ومفسر احلام. اهلا بيك دكتور مصطفى. اهلا بحضرتك يا منور. دكتور محمد، ربنا يعزك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور رشا. اهلا بحضرتك، اسعدنا وجود حضرتك طبعا في الحلقه، نورتنا. انا شرفت بيكم يا فندم. تسلم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. كلنا بنسمع ان ده معمول له عمل، او ده شارب حاجه، او ده مخطي على حاجه، سواء مخطي على حاجه دي الحاجه دي بتاعته، او مخطي على حاجه دي حاجه كانت معموله لحد غيره، او اصل ده معمول له سحر اسود، اصل ده معمول له سحر وبيتجدد كل شويه، اصل ده معمول له سحر على سمكه، اصل ده معمول له سحر سفلي، اصل معاه حد علوي. هو الدكتور مصطفى طبعا حضرتك عالم كبير، احب استفيد من وجود حضرتك معايا وتقول لي يعني تكلمنا في الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من مشى على قدم وخير من طاف بالحرم، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا البرنامج بتاعكم برنامج جميل، واشكر القناة، قناة الصحة والجمال، برنامج همسات في حياتنا، ان احنا نعرف المواطن او المشاهد الكريم، يعني تعتبر مشكلة او ظاهرة في المجتمع المصري النهاردة، وبتشغل كتير من الناس. هل انا مسحور؟ هل انا معمول لعمل؟ هل انا حالة نفسية؟ هل انا ايه موقفي دلوقتي؟ هنقول هناك علامات ودلالات عشان تعرف نفسك ان كان في سحر او مس او لبس. هو قبل بس ما ندخل في العلامات والدلالات، احنا بس عايزين نعرف الناس يعني ايه سحر، يعني كلمة سحر اصلا يعني ايه وازاي بيتعمل، لان في ناس تقول لحضرتك ده جن، ده خادم، معرفش ايه. الناس مش فاهمة، ناس كتير قوي بتتكلم مقارنة باللي بتسمعه. دمين. احنا بقى عايزين حضرتك يعني عالم في الموضوع ده تعرفنا. دكتور محمد، كلمة سحر هي بالمعنى الدارجي بتاعنا في الفلاحين او في الارياف، المعمول العمل، هي كلمة معمول العمل انه مسحور او عنده سحر. تمام. السحر هي تغيير الواقع او تغيير الصوره الحقيقيه للانسان. طبعا. بمعنى ان اللي بيروح يعمل عمل لحد او يعمل سحر لحد، بيطلب من الساحر او الكاهن او الدجال انه يغير صوره فلان في عينين فلانه، او يغير صوره فلانه في عينين فلان. طبعا. او يعطل فلانه عن جوازها، زي ما في انواع عندنا سحر تعطيل الزواج. فاذا تغيير الصوره الحقيقيه للواقع، مفهوم كلمه السحر هي تغيير الصوره الحقيقيه للواقع. طب زي ما انا قلت بقى من شويه، احنا بنسمع عن حد اكل، اتحط له سحر في اكل يعني، او اتحط له سحر في عصير، او مشي على حاجه، وتلاقي واحده بقى خايفه على جوزها لحد يعمل له عمل، فتقول له والنبي وانت طالع يعني البس الفانله بتاعتك مقلوبه. فايه رايك في الكلام ده، وايه هي انواع السحر؟ تمام دكتوره رشا. طبعا انواع السحر، السحر انواع عديده، منها السحر المشروب زي ما حضرتك ذكرتي، منها السحر المأكول اللي بنحط في الطعام، منه سحر الأثر، يتاخد شيء من هدوم الشخص ونعمل عليه طلسم معين، بيعتبر دي حاجة من سمله أو من قطره، فبتأثر على صاحب الهدمة دي أو المكان أو الشيء اللي اتاخد من ثيابه. في سحر مدفون، في سحر على شجر اللي هو بيستخدموه للجن الطيار. فإذا السحر أنواع مختلفة وعديدة، وأخطرها سحر النجوم، لما يكون معمول سحر للإنسان على نجم اللي بيسموه فلكي تقريبا. تمام، شغل الفلكي. معنا اتصال. الو، استاذ عادل، اهلا بحضرتك. الو، بارك الله فيك وفي البرنامج الجميل والضيف الجميل جدا. اسعدنا طبعا تواصل حضرتك. عادل، اسال بالنسبه للسحر. انا ساعات بيبقى في تويض كثير، وبشوفه في قطط وكلاب، ومعاشر في قطط وتعبين. بتشوف قطط وكلاب في الحلم يعني؟ ورؤية تيران واقفة قدام الجامع، ورؤية أبراص في الحمام كده، وأنا قاعد في مية كده وما قدرتش أقوم من مية. ودايما بيحصل يعني زي جروح أو خرابيش في ظهري وفي الرقبة بتاعتي أول ما أجي الجامع.
او تبقى معايا المدام يعني جنبي. تمام دكتور هيرد على حضرتك. استاذ عادل طبعا الرؤيه بتاعتك او الحلم اللي حضرتك بتحكي عنه فدي دليل مدلول. اول حاجه القطط تدل بدليل على ان القرينه بتاعت الزوجه بتاثر عليك، لان دايما القرينه بتيجي في صوره قطه او جاموسه او بقره بتنطحن واحده. في الثلاث صور دول يا قطه يا جاموسه يا بقره. طب القرينه طيب دي ايه؟ غيرانه من مراته؟ ممكن الله اعلم غيرانه من مراته او في حاجات هي سلبيه هو بيعملها مع مراته فهي بتنتقم منه عشان تدافع عن القرينه بتاعتها الانسيه. طب بتبقى كتر خيرها؟ لا طبعا طبعا ليها ورد ولها علاج معين انه يقدر يمشي عليه او هي الزوجه تمشي عليه عشان تحجب اذى القرينه عن زوجها. اما الكلاب والبراس في الحمام فدي دليل ان في سحر، ما دام الانسان بيشوف الحمام في المنام دليل في سحر سفلي او سحر عن النجاسه مأثر على الشخص نفسه. تمام. طبعا عشان برضو ما افوتش الحته دي، علاج القرين او علاج القرينه هيقرا سوره الكافرون 1002 مره على 7 ايام. يقسم ال 1002 يا دكتور محمد. تمام. على 7 ايام في اخر الاسبوع ان شاء الله هيكون معافى بامر الله. تمام معلش بقى معانا اتصال تليفوني تاني الاستاذ عبد الفتاح. انت عارف الموضوع ده قضيه العصر تاني. لا يا فندم تحت امر المشاهدين ما دام هيفيد المجتمع المصري. اكيد استاذ عبد الفتاح مع حضرتك اتفضل. ايوه اتفضل. الشيخ شغال على القناه دلوقتي. اتفضل اتفضل حضرتك. اتكلم الشيخ شغال. اتفضل يا فندم. هو سامعك يا فندم. حضرتك مع حضرتك يا فندم اتفضل معاليك. اتفضل يا عم الحاج. بس بشارك الشيخ بيقول في حاجات كده يعني حابب اسال عليها. ان مثلا انا في حياتي كده بقالي سنين طويله العمليه متلخبطه مش مظبطه معايا خالص. تمام. متلخبطه ازاي يعني؟ في شغل حضرتك بتروح مصلحه معينه او شغل معين وبتوقف معاك في مرحله معينه عند انتهاء الشغل يعني مثلا؟ المشكله ان انا كل ما اروح مكان اعمل مكان فيه اسكن في مكان اعمل اشتري ارض اروح اقعد في حته ثانيه. تمام. يطلع لي مشكله من تحت الارض تغير مجرى الحياه لاني قلت في حته ثانيه بقالي 10 سنين نزلت فيهم 5 مرات كده. دي حاجه اسمه سحر بوقف الحال يا عم الحاج. في حاجه اسمها سحر بوقف الحال، بيجي حد من حد يكون ليه مصلحه ان هو في حالك او ياثر عليك في المسألة. طبعا الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى في المقام الأول، ولكن ربنا عز وجل بيقول إيه؟ ولقد جعلنا لكل شيء سببا فأتبع سببا. فالسحر بيكون سبب في تعطيل الرزق أو منعه في فترة من الفترات، طبعا بقدر الله في المقام الأول، ولكن السبب هو السحر. ففي علاج للسحر اللي هو معمول بوقف الحال. حضرتك هتقرأ سورة الواقعة 13 مرة على كوب كبير مليان ماء وتشرب وتستحمى منه 3 ايام وترش الاوضه اللي بتنام فيها حضرتك، يبقى امر الله عز وجل هيفك ايه السحر اللي معمول لك ان شاء الله. بس تقريبا الميه اللي هي بتاعت الحموم دي المفروض ما بتتدلقش في الحمام؟ لا يا فندم، هي في طبق بلاستيك او طبق في اوضه النوم بتاعته وهيصب من الشفشق على جسمه ويستحمى في اوضه النوم بعيد عن الحمام. طبعا لان الحمام مكان نجس فما ينفعش يستحمى بالماء بالقران فيه. تمام. او يبيل فوطه ويمسح بيها جسمه. تمام. تسلم يا دكتور على الافاده الجميله دي. اتفضل يا فندم تحت امرك. طيب احنا كتير قوي بنشوف ناس عايشين عادي هم معمول لهم سحر وناس تانية بيبقى عندهم اعراض، فالموضوع ده بيبقى مختلف من ناس لناس. ممكن واحد يبقى حياته كويسه جدا وشغال بس عنده سحر جزء معين في حياته هو مش واخد باله منه. ايه الاعراض اللي ممكن الواحد يحسها او يحاول يدور على نفسه في المجال ده؟ اشكرك يا دكتور محمد على السؤال اللي بيحير كتير من المصريين والمصريات سواء رجالا ونساء وشبابا. ازاي اعرف نفسي مسحور؟ او هل دي حاله نفسيه او هل دي حاله روحانيه؟ طبعا احنا طبعا لا نقل من شان الطب في شيء، عشان ما يقولش مثلا المشايخ او المعالجين او كلام من ده هياخدوا شغل الدكاتره. طبعاً. لا، الاطباء لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. اي عارض بدني دي عند الطبيب. طبعاً. العارض الروحاني بيأثر خارجيا وداخليا ولكن باقساط معينه او بمقدور معين. طبعاً. العلامات اللي هنشوفها بقى زي ما المتصل الثاني عم الحاج قال فيه شبه خرابيش على جسمه. طبعا اعراض في النوم، النوم هيكون جلج مفيش نوم يعني. طب لان الجن بيصحى بالليل وبينام بالنهار عكسنا، فاذا هو صاحي فمش هيخليك تنام لو كان الشخص ده ممسوس او ملبوس او مسحور. طبعاً. وبرضه ان شاء الله منها نتعرض للفرق بينهم ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله. ان احنا بنتكلم هل في حاجه روحانيه ولا لا، دي بتتعارض مع النوم في هيئه كوابيس. طبعا الشيطان يجري من هذا مجرى الدم. تمام. فبيكون في القلب. طبعا احنا لما بنيجي ننام القلب بيهدى دقاته شويه فبيوصل دم بسيط للمخ فبيحصل حاله استرخاء ثم نوم. تمام. الانسان الملبوس او الممسوس او المسحور بيبقى الجن ساكن في القلب، والقلب ده هو المضخ اللي بتوزع الدم على الجسم كله، فبيوسع الشرايين فيطلع دم اكتر على المخ فيصيله حاله يكون مهلك ونفسه ينعس او ينام ما يعرفش ينام.
فبتسميه ارهاق، ولذلك تبقى دي ارهاق من الجن او السحر او المس او اللبس. علاجه في جزازه ميه ورد من عند العطار، هينقرأ عليها سوره الرحمن، وطبعا الدعاء الله الدعاء بتاع المنام اللي هيقراه على الماء الورد، وسوره ألم نشرح لك صدرك 10 مرات ويدهن بها دماغه بس قبل ما ينام. ويا حبذا لو قرأ في الأركان تحصين المكان آية الكرسي في كل ركن 3 مرات، بنسميها دي تحصين المكان. في أعراض بتظهر على شكله؟ طبعًا طبعًا. السحر لما يكون الإنسان مسحور أو مسوس بيبقى شكله دبلان. يعني أنا أصلًا سمعت حاجة كمان، يعني سمعت يعني حد كان بيتكلم، أصل ده باين في عينيك كذا أو ده باين في عينيك كذا. المسحور عينه إما يبقى باتساع في حدبة العين حضرتك أو لمعة زيادة دي بتبان في حدبة العين. في الوش الدبلان بتاع الوش طبعا دايما المسحور أو المسوسي بيجي في الأشهر القمرية، سواء أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، بيبقى تغيير في ملامح الوجه، بيحس بخمول أو بهتان أو دمه مش حاضر، بيبقى علامة الوش الدم فيها مش حاضر، دي علامة من علامات برضو الإنسان اللي مصاب بالسحر أو المس أو اللبس. طب دي الشكل الظاهري. طب إنما الشكل الجوهري الداخلي، دقات قلب سريعة، المسحور دي دقات قلبه تبقى سريعه باستمرار، بينهج مع اقل مجهود من الشغل، ما عندوش طاقه انه يصحى ساعتين ثلاثه اربعه، يلاقي جسمه خبلان، نام مسترخي ومش نعسان ومش عارف يصحى. يا هو صاحي ولا هو نايم. طب بدي اخد كلمه دلوقتي من محمد، بس هي يعني مستنيه بقى شويه. تمام، فاتفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليكم وتحياتي للشيخ مع حضرتك. منوره، اتفضلي. لو سمحت، الله يخليك، لو سمحت انا كنت عايزه اسال بس الشيخ، هو بمناسبة ان هو بيقول ان الوش بيبقى ساحب كده في وقت معين من الشهر، لا انا طول الشهر وشي بايظ بايظ بايظ، مفيش حد بيشوفني الا بيقول لي مالك عامله كده ليه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا بحلم بوالدتي انها بتجيب حد من الناس الحيه، هي والدتي متوفيه، بتجيب حد من الناس الحيه اللي انا اعرفهم بس مش معرفه شخصيه، بييجوا يدوروا عندي في البيت على حاجه محطوطه، حاجه مدفوسه لي، حاجه بتاع كده يعني. دي حاجه. الحاجه الثالثه، انا حلمت من كام يوم كده ان انا بفرد سجادة عندي، لقيت نازل منها طارين ميتين ناشفين خالص زي ما يكون بقالهم سنين، واتنطروا في الشارع. فانا دلوقتي مشكلتي ان انا عندي يعني جوزي مش قابلني خالص خالص خالص، وبقالي 3 سنين انا بعيد، انا في حته وهو في حته، وعلى سبب بسيط جدا والله العظيم ما يحتملش ان انا اقدر ده كله. انا اهم حاجه عندي دلوقتي وشي اللي كل الناس تشوفه، ايه ده؟ ايه ده مالك عامله كده ليه؟ انا عايزه الشيخ يشوف لي حل الله يكرمه يا رب، ويقول لي ايه سبب الاحلام دي. ودايما بشوف ان انا عند جوزي في البيت وبكلمه بيكلمني، مش عارفه في امل للرجوع ولا لا. ان شاء الله ربنا يرجعكم لبعض باذن الله. شاكرين جدا ونورتينا. ولادنا بس، مش عشان خاطر انا كبرت وهو كبر فالحكايه مش مستحمله يعني، عشان خاطر الولاد مش اكتر. العمر كله ليكوا يا رب، والشيخ هيجاوب على حضرتك دلوقتي. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يبارك لك. اخت الفضيله ممكن الله يخليك يقول لي بس علاج للموضوع وشي ده، اي ايات اي حاجه، انا بستعمل كريمات وكل حاجه بس الدنيا برده بايظه عندي، كانه نقط زي البورس كده يعني، نقط ابيض فاتحه على وشي درجتين، باين ان وشي بايظ. شكرا لكم. شاكرين جدا. اختي الكريمه ام محمد، طبعا بحب اطمنك على نفسك. منهجية البرنامج همسات في حياتنا طبعا عشان خاطر مشكلة حضرتك والمشاكل، يمكن بشكر الدكتورة رشا الشيخ والدكتور محمد الغرباوي انهم فتحوا المجال، لان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعة بيمس كل بيت فينا وكل فرد. واحنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا. ربنا يعز حضرتك يا فندم. بيمس كل فرد، واحنا بنجاوب على الحيران، يعني بنجيب او بنغيس الملهوف او الحيران في هذا البرنامج، ومستعدين كل الاستعدادات على اننا الحالات كلها من الف للياء بفضل الله عز وجل، بالتواصل مع الدكتور محمد والدكتوره رشا هنوجد حلول ونوجد علاجات لكل الامور اللي احنا بنقترحها حاليا. احنا ما بنقترحهاش كلمتين وهنمشي، لا احنا متواجدين معاكم ان شاء الله امين، وان شاء الله رب العالمين ربنا يطمنا على كل البيوت المصريه دكتور رشا. امين وان شاء الله امين. ام محمد بنقول لها الاعراض اللي عند حضرتك بدليل انك شفتي والدتك في المنام، انت اللي قلتي مش انا، وناس بتدور عندك في البيت، دليل ان عندك سحر عزيمه متاخد اسمك واسم والدتك ومتعزم عليه، فيعتبر الدم بتاع حضرتك مسحور، وده اللي عامل شحوب في وشك ومغير وشك ومغير التكوين بتاعك. علاج سحرين الدم نفسه؟ الدم مسحور يا فندم، في عزيمه، سحر العزيمه، وبيسحروا الدم، بيبعت خادم او طلسم معين، الجن بينفخ في دم الانسان فبيعتبر دمه مسحور، وده والعياذ بالله بسبب سرطانات وبسبب امراض الشعر. يا رب، لا اله الا الله. فربنا يحفظك ام محمد ان شاء الله. عمين هيشوفي احد من المقربين عندك هيجيب لك جلوكوز او جلوكوز 5% وينفتح، ويقرا عليه اي راقي عندك او اي حد بيعالج بالقران، يقرا الرقيه الشرعيه على الجلوكوز او سوره ياسين بنيه الشفاء، وتاخدي الجلوكوز دي في الوريد ان شاء الله على 3 مرات على 3 ايام متواصله.
متواصلين ان شاء الله تشفي بامر الله عز وجل. ولو في عندك اي تعب تاني تواصلي مع الدكتوره رشا ان شاء الله. طب انا عايزه بس اسال حضرتك. اتفضلي يا فندم. احنا قلنا الاعراض بتاعت السحر كلها، هل من الاعراض دي النزيف اللي بيحصل عند الستات؟ طبعا يا دكتور رشا السؤال بتاع حضرتك مهم، ويمكن فضل الله عز وجل ان طبعا في هذا الباع وفي هذا المجال يمكن من 98 مثلا حوالي 22 سنه في هذا المجال، فعرضت عليا لا شك في المجال العملي غير المجال النظري اللي احنا بنتكلم فيه. المجال العملي فعلا بتيجي لي سيدات الواحده بتبقى نزيف مستمر، بتروح تعمل عمليه وبتشيل الرحم او بتعمل على حسب ما الدكتور بيقول لها، ومع ذلك النزيف ما بيتوقفش. دي بيبقى فيه سحر معمول فعلا بالنزيف، بيبقى جن ساكن في الرحم فبيسبب نزيف، عشان حتى المجال بتاعه الاوسع او المهمه بتاعته ان ما يحصلش حمل او تحصل ولاده او الشخصه دي ما تخلفش تاني. تمام. ففعلا علاجه رحمن بدل بس تمشي مع الطبيب الاول، لو ما فيش نتيجه مع الطبيب وراحت كشفت وخدت الادويه المطلوبه وما فيش نتيجه، يبقى امر الله عز وجل هيبقى علاجها بالرقيه الشرعيه بامر الله ان شاء الله. لكن بيأثر فعلا. تمام. السحر بيأثر وبيسبب نزيف، والجن العاشق كذلك، لو في واحد عندها جن عاشق برضه عشان جوزها ما قربش منها وكلام من ده بيغار عليها من جوزها فبينزل عليها النزيف. تمام. طب انا عن نفسي لو انا معزومه في مكان انا مش عارفه اللي انا معزومه عندهم دول هل كويسين او مش كويسين، انا كده بقيت اشك بقى. تمام. فطبعا احنا في تحصين من الحسد، تحصين من العين، في هل في تحصين من السحر اقدر ان انا احمي نفسي او احصن نفسي لو انا قاعده في مكان ومش عارفه اللي انا قاعده معاهم دول هيضروني او مش هيضروني؟ اولا طبعا سؤال حضرتك سؤال شيق وجميل وقيم، ولكن اذا اخذنا بالاسباب التوكل على الله عز وجل في جميع الامور هو اهم شيء. الانسان يتوكل على الله. اي شيء تشك فيه، كوبايه شاي، عصير، اكل، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وتوكل على الله اشربه كله. زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال على الشاه اللي قدمت لي مسمومه، شاه ام معبد، او في شاه تقدمت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني اوحى اليه ان الشاه دي مسمومه الا النبي صلى الله عليه وسلم ما ياكلش منها. ولكن الوعكه مجرد الندغه وتفها تاني صلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوعك منها حتى وفاته. اثرت في زمانه يعني مدخة وتفها على طول، ولكن اثرت في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما الاماكن اللي احنا نشوف فيها ريبه فيها كلام من ده، انا يا جماعه ما باكلش عند حد او انا لسه واكله، اطلعي بالموضوع بشكل شيك وظريف وفي نفس الوقت ما تجرحيش اللي قدامك وفي نفس الوقت تحافظي على نفسك. تمام. المحافظه. تمام. بالنسبه لل بتقولي حضرتك التحصين بتاع الشخص نفسه او في تحصينات، طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوز الحسن والحسين، كان يقول لهم قل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كان يعوزهما بيعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كان يعوزهما. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تحصنت بذي العزة والجبروت، علمنا نقول هذا التحصين. تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اصرف عني الأذى يا رب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي من ضمن التحصينات اللي يجب ان نتحصن بيها. شكرا دكتور مصطفى، بجد بنشكرك النهارده على الحلقه الجميله دي. انا شرفت بيك يا دكتور محمد. الله ربنا يبارك لك. احنا عايزين كل الحاجات دي مكتوبه ان شاء الله يا فندم بامر الله عز وجل، ويكون لنا نقاط مع الساده المشاهدين، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى نكون فدنا الساده المشاهدين وعلى تواصل معاهم بامر الله عز وجل. وفي الحلقات القادمه ان شاء الله هننول الموضوع او نسرد الموضوع قضيه قضيه شكل شيك حتى يعرف الجميع ايه هي اعراض السحر وهي انواعه وهي ديانات الجن وكلام من ده، بحيث ان احنا نوصل للعلاج الشافي الكافي من خلال همسات في حياتنا. ان شاء الله. نورتنا طبعا ويسعدنا وجود حضرتك معانا. شكرا يا فندم. انا بس احب نقول للناس في الاخر بجد يعني الناس اللي هي بتلجا للدجل والشعوذه والاعمال ده، احب اقول لهم ما توقفوش حل البشر بالسحر وتقول ده معجزه، لانكم بتجروا ورا الاعمال ورا الدجل والشعوذه. طب ليه ما تردوش بالقضاء من عند رب الكون من غير زعل ولا نرفزه؟ اصل القدر زي المطر مكتوب ولازم هينزل، فعشان كده لازم كلنا نفكر اللي هي حفره في الاخر هنبقى فيها، ولازم نرضى بكل حاجه. انا بشكرك جدا النهارده على الحلقه، وبشكر دكتور مصطفى. ان شاء الله استنونا السبت الجاي الساعه 3:30 زي كل اسبوع برنامج همسات في حياتنا مع رشا الشيخ محمد الغرباوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.